أسعدتم صباحا مشاهدينا، والتحدي يتجدد بوفائكم وبكرم متابعتكم. تحدي نجيب من خلاله عن كل استفساراتكم في الحياة، وفهم ما ينتظرنا هو تحدي لنا جميعا. مرحبا. من أجمل وأنبل المبادرات التي ساهمت في خلقها والانخراط فيها والسهر على ضمان شروط استمراريتها باقة نساء من أيقونات مدينة طنجة. كل سيدة في مسارها متفردة ومتميزة، لكن تجمعهن قضايا إنسانية كبرى تهم الإنسان في ربوع هذا الوطن. فرقة كورال نساء تنجس، رفعنا التحدي في وجه الصور النمطية الذكورية، رفعنا التحدي لحماية الذاكرة الفنية وأيضاً الخصوصية الثقافية الشمالية، كيف وبأي الطرائق؟ لن أطيل عليكم مشاهدينا، دعونا نرحب معنا بالفنانة زكية يخلف رئيسة تعاونية أصوات نسائية. صباح النور سيدتي. لاله خديجة. مرحبا. زكية يخلف فنانة عازفة كمان، السنة الثامنة عندي في كمان، وإحنا دابا عندنا المبادرة هذه ديال كورال نساء تنجيس. يعني هاد كانت فكرة اللي جات من خلالها أستاذة سعاد، جات وتلاقينا وفكرة، يعني رحبت بالفكرة اللي جميل. سنأتي للتفاصيل سيدة زكية. بطبيعة الحال في هذا التحدي كما يسعدني أيضا مشاهدينا أن أرحب معنا بالأستاذة سعاد شنتوف، فاعلة حقوقية ورئيسة فرقة كورال نساء تنجس. صباح النور سيدتي ومرحبا. صباح النور خديجة، شكرا مرة أخرى على الاستضافة. مرحبا. وعلى العناية بالموضوع. مرحبا. هذا تحدي أيضا. تحدي. أستاذة سعاد، أنتن باقة من نساء من أيقونات مدينة طنجة، من أنتن يعني، أو التعريف لهذه الباقة، ما هي الخلفيات ديال هاد النساء اللي كتكون هذه الباقة، ما الذي يجمع بينكن تحديدا؟ يمكن أن أقول أولا الموضوع جد متشابك. ماذا يجمع بيننا؟ يجمع بيننا مسارات ديال العمل المدني. هذه هي الفكرة ديال المجموعة الأولى التي انطلقت. كنا كنشتغلوا في المجال ديال المدني، كنشتغلوا أساسا من المجال ديال التنمية المحلية ومجال ديال حقوق النساء. هذه هي الباقة الأولى. هذه الباقة توسعت بنساء أخريات عندهم نفس المجال ديال الاهتمام. وكنا كاين مساري الشخصي مع أستاذة زكية 2019 كنا بدأنا فيه. أول سنة كانت 2019 ولكن كان بشكل فردي. نعم. كنا بيني وبينها بشكل فردي مع واحد الانثروبولوج فرنسية، كنا باغيين نعملوا تجميع ديال نصوص الأغاني. لظروف متعددة من هاد الظروف ديال كورونا ما استمرناش في المشروع، وقف. كان توقف نهائي، ما تعودناش، لأن يلاه جلسنا جوج جلسات ولا ثلاثة وما تعودناش تشوفنا. من بعد مور كورونا كان كاين في وسط هاد المجموعة ديال النساء اللي كتجمعنا فحال اللي قلت مسار نسائي ديال العمل على حقوق النساء، كنا فيما بيناتنا كنحاولوا نخرجوا من واحد النوع ديال الإحباط، كنحاولوا نخرجوا من واحد النوع ديال ما تركته كورونا في النفوس، وحنا عايشنا من خلال الرقم الأخضر، من خلال تليفونات النساء والمعاناة ديالهم. فكرنا مرة أخرى في الشدو النسائي، وطبعا ما يمكننا نتوجهوا في الشدو النسائي إلا لدويان ديالنا في طنجة كنعتبروها أستاذة زكية. نعم. توجهنا لها، وعلى هذا الأساس بدأت الفكرة في البداية مغامرة بسيطة، على أساس أننا كنجيو نرددوا فيها الأغاني. شحال من سيدة كانت في البداية؟ كنا بدينا تقريبا 8 بينا. كنتذكر المجموعة الأولى النواة الصلبة كنا 8 ديال النساء، عميدة سابقة ديال الكلية، أستاذة جامعيات، محاميات، أطر بنكية، المهم نخبة ديال النساء اللي عندهم مسارات في الاشتغال ديالهم، ليست محترفات في المجال ديال الفن. لسنا فنانات لسنا يعني، نهائيا. نعم. احنا عندنا مسارات أخرى في الاشتغال، ولكن نعم، هاويات للفن وهوية للطرب الأصيل وهوية اللالي الشمالية التي تميز المسار ديال الأستاذة زكية. زكية. طيب أستاذة زكية، حدثينا عن تأسيس هذه الفرقة ديال كورال نساء تنجس، يعني ما الذي يميزها؟ ما هي الخصوصيات؟ لو حاولنا أن نضعها في دائرة الضوء ماذا سنرى؟ أولا شكرا لله خديجة على الاستضافة، شكرا جزيلا.
يعني هي فكره اللي كانت كتراودني حتى انا. نعم. كنت دائما كنبغي ناسس يعني تكون عندنا شي فرقه كره نسويه في طنجه. نعم. يعني مثلا كاين فرق رجاليه مثلا الطرب الاندلسي الى اخره، وانا فكرت علاش ما نكونوش حتى حنا عندنا واحد الفرقه نسويه الكره اللي غادي نبينوا فيها يعني ابداعات الشماليه ديالنا نسويه. كنفهم انه تحدي للهيمنه الذكوريه، تحدي لربما لكون ان الرجل دائما هو الذي يتزعم الفرق، يتزعم مجموعات فنية. تماما يعني ما كنلقاوش مثلا سيده مايسترو مثلا، كما لاحظت انا بعض المقاطع الفيديوهات عندكم ان الاستاذه زكيه هي التي نعم مايسترو، يعني هذا تحدي للهيمنه الذكوريه على ما اعتقد. نعم يعني حتى احنا يمكننا نوصلوا في هذا المسار هذا، يعني نبينوا شنو القدرات ديالنا وشنو عندنا. نعم هذا هو. اذا منين كونا هذه الفكره الاستاذه سعاد فحال اللي قالت انهم كانوا النساء الاخوات اللي معنا كانوا كيجيو على اساس انهم يرفعوا على نفسهم. وانا درت في لاله سعاد قلت لها استاذه هذا المشروع خصنا نخرجوه للنور، يبان للنور، يعني يبان، ما خصناش نبقاو منحاصرين غير كنجيو كنتجمعوا يعني ترفيع على النفس وكنمشيو فحالنا. نعم. اذا حنا خصنا نبينوا بان مثلا حتى المهندسه حتى المحاميه حتى يمكن لها تعطي في هذا المجال هذا أبغ يعني التخصص ديالها الاساسي. هذا هو اللي كان يعني دابا يعني باغيين هذا المشروع يزيد يكبر ويبان. اكيد تحتاج يعني ربما يحتاج هذا المشروع لمجهودات اكثر من تماما يعني بطبيعه الحال. وهذا غادي يخليني نتساءل معكم على الدوافع استاذه سعاد او الدواعي الاجتماعيه والفنيه التي دفعت بكن كسيدات كنساء ربما في مجالات اخرى لتاسيس هذه الفرقه، فرقه كورال نساء تنجس. اولا كتجمعنا الهويه الثقافيه ديالنا، الهويه الثقافيه الشماليه. نعم. هويه اللي عندها الخصوصيه ديالها في الشد والنسائي، من بين المكونات ديال هذه الهويه الغناء والشد والنسائي. الشمال دائما كانت عندنا العراسات ديال النساء، الحفلات ديالهم، كل ما كيتعلق بافراح المدينه كيقوموا بها النساء. جينا في واحد الفتره اللي وقع فيها واحد الطفره في الخطاب على التراث اللامادي، وقع فيها واحد الطفره في الاعلام على مجموعه ديال الانواع الاجناس ديال الغناء، وكان النساء في الشمال لم يكن لهن ادوار، هن المنسيات دائما اللي كنوصلوا اننا ندونوهم اللي كنوصلوا اننا. دونك كانت ضروري ما اننا كيجمعنا اولا حب ديال هذا الفن هذا، الحرص على الهويه ديالنا والحرص على ان هذا التراث ما يندثرش، خصو يستمر. هذه من جهه. من جهه ثانيه لاحظنا وحنا كنشتغلوا في المجال مع النساء ان الفنان بشكل عام كان واحد الاهمال بالنسبة له. ثم لاحظنا النساء الفنانات اللي في هذه الأجواق الصغيرة اللي هما اللي كيساهموا يعني أجواق محلية، أجواق هما اللي كيساهموا في الأفراح ديال المدينة، وهن لم يستطعن أن ينلن أي اهتمام. كيف والمغرب حاليا استراتيجية وزارة الثقافة كتهضر على المقاولة الفنية، كيف نخرج من 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 لانفورميل لو فورميل، كيف نخرج للمأسسة، كيف نخرج للمقاولة الفنية بالتدبير ديالها بالرؤية ديالها بالحمولة ديال المشروع اللي هو مشروع ثقافي فني. الفني طبعا كيدخل في الثقافي، دونك هذا المشروع الثقافي يجب أن يشتغل على إعادة الاعتبار مكون تاريخي أساسي في الذاكرة ديال الجمعية ديال طنجاوة ديال تطوان ديال الشمال بشكل عام. نعم. دونك هذا كان الهدف أساسي، دونك هدف فني، هدف عنده علاقة بالذاكرة، هدف عنده علاقة بما هو اجتماعي. المقاولة الفنية لالة زكية عندها في الفرقة ديالها النساء اللي كتفوت فيهم 25 عام ديال الاشتغال معاها، باش نحافظ على الموقع ديالي لان هذا سوق اكيد، وباش نحافظ على انني ماشي كنجيب الوجوه اللي زوينه وشابه وهذه، ولكن كنجيب النساء اللي رافقوني في المسيره عندهم ديالي. تجربه يعني عندهم تجربه طويله في المسيره، وهذا راه جد مهم. معناها فيه اعتراف للعطاءات ديال هاد النساء أكيد. فيه تثمين وفيه نفس الوقت واحد الدعم اجتماعي لواحد القطاع اللي هي كتعيش داخله وكيعرفها شاشه. الدعم الاجتماعي نقطه يجب ان يعني تستوقفني بحده استاذه زكيه. الدعم الاجتماعي كيف يعني ربما نفهم او نستوضح البعد الاجتماعي في اطار اشتغالكم؟ بالنسبه لنا الاشتغال ديالنا حنا يعني كنخدموا حفلات
ولهذا دابا انا معايا تقريبا 15 فرد اللي كيخدم معايا في الفرقه، من ضمنهم انهم سائقين والتكنيسيان توسا. بالنسبه دابا حنا العمل ديالنا كيتوقف على هاد يعني الحفلات اللي كان اللي كيكون من واحد الدخل في الحقيقه. نعم نعم. وهاد الناس هادو بيدهم بحال هاد يعني التعاونيه اللي كونا دابا هي مديره للدخل يعني لها عائدات. نعم لها عائدات ماليه. نعم واخا ماشي باقي حنا في يعني في البدايه ما كاينش شي عائدات ليا كبيره، ولكن المهم تفي بالغرض تفي بالغرض نهضروا على هذه النقطه. نعم نعم. المهم بالنسبه حنا لي ريفوني ديالنا هو العراسات والحفلات، وهاد الناس اللي معايا خدامين كتقوموا بحفلات اللي هي تطوعيه بدون مقابل. تماما كن عاد كنا بعد مثلا الاسر اللي كتكون معوزه ما بحالهاش مثلا تقدروا تقدموا لها هاد المساعده. هذيك مثلا كاين الاطار الشخصي، كاين انا اللي شخصيه يعني بيني وبين ديك الناس ولا ديك الاسره. تماما. وكاين مثلا جمعيات كيستدعوني بحال جمعيه كرامه، كي العام العام كي كيجوجوا يعني الزواج الجماعي كنحضر فيه يعني كنحضر بدون مقابل. لا بدون مقابل. اذا هذا هو البعد الاجتماعي البعد الاقتصادي. دار العجزه عاد كنا فيها الاسبوع الماضي كنا في دار العجزه، وانا دابا بديت كنعمل كورال من ديك الاطفال المتخلى عنهم. نعم الاطفال المتخلى عنهم. نعم الاطفال المتخلى عنهم اللي هما موجودين تما نيت في ديك المركز هذاك ديال دار العجزه. دار العجزه. خممت انني نمشي نأطر ديك الاطفال شويه ونعطيهم. نعم جميل نعطيهم شويه. اذا البعد الانساني حاضر بقوه ايضا استاذه سعاد. هي تجربه جميله اكيد وبدون شك. الابعاد ديال هاد التجربه، الاهداف ديالها لو وضعناها في الصوره استاذه سعاد. الابعاد ديالها طبعا ابعاد فنيه بالدرجه الاولى. بالدرجه الاولى ابعاد ثقافيه تراثيه، لان كيف نحافظ على واحد التراث اللي بحال اللي قلت لك هو جزء من الذاكره، كيف نعمل لنقله للشباب والشابات اساسا، كيف نعمل على اننا الاعتراف داخل التاريخ ديالنا في المنطقه بذاكره النساء وما ننساوش العطاء ديالهم. دونك كاين هذا البعد هذا اللي عنده علاقه بما هو تراثي ويجب ان ندونه، يجب ان نشتغل عليه، ما يمشيش ما يتعتبرش ما يتلاشاش وما يتعتبرش، لان الانجازات ديال النساء كينساهم التاريخ الا ما كتبناهمش. اكيد. الابعاد الفنيه هو داخل واحد طبعا حنا في الهويه ديالنا ماشي منغلقين، منفتحات على مجموعه ديال الفنون الاخرى، على مجموعه ديال الاستاذه زكيه يمكن لا تهضر من بعد على هذه المساله هذه شنو هو الخصوصيه ديال لالي منفتحات، ولكن مع اننا نحفظوا على النوع ديال الخصوصيه الفنيه ديالنا. يعني الكورال، اسمح لي استاذه سعاد، الكورال يعني النسائي هذا واش كتغناو باغاني ربما تقدر تكون شرقيه طبعاً. اغاني عربيه وليست مغربيه محضه تقليديه مثلا ديال منطقه الشمال استاذه زكيه؟ يعني كاين تنوع في نعم نعم في الطرب وفي كاين تنوع لان هذا باش قلت لك حنا الانفتاح ديال الهويه ماشي منغلقات، منفتحين على كل انواع الطرب الراقي الرفيع اللي عنده شروط يرتقي فنيه بالذوق ويسمو بالروح. تمام. يسمو بالروح ويرتقي بالذوق، ولكن في نفس الوقت عندنا لو كرينو اساسي بالنسبه لنا هو كيف نحافظ على هذا التراث ونلقنه ندونه. حنا الان ماشيين في الفعل ديال على مستوى الفرقه، في الفعل ديال اننا نجمعوا النصوص وندونوها لان خاصها تخرج واحد لونتولوجي خاصه ديالها. جيد. كيف تشتغلين استاذه زكيه على هذا الاتجاه هذا انك تدوني تبحثي في الاغاني التراثيه القديمه اللي كان ربما المجتمع يتغنى بها في الافراح وتقومين بتدوينها من اجل انك تحافظي على هذا التراث؟ نعم استاذه خديجه. احنا عارف احنا الشماليين يعني طنجاوة واحد احنا عارفين بان احنا مجتمع يعني محافظ. افراح كتقتصر غير على اجواق نسويه، ما يمكنش يعني العنصر الرجالي يكون. انا امتداد من هذوك اللي سبقوني، حيت انا يعني حملتي المشعل. حملت المشعل هذوك اللي سبقوني مثلا اللي كانوا قبل مني، اللي انا خديت منهم. حتى انا كنت صغيره ومعاهم كنت
في الفرقه معهم، انا اشتغلت معهم في الفرقه. نعم. كنت ضابطه يعني تلميذه، يعني تتلمذتي على يد هاد السيدات اللي خديت منهم هذا الطبع هذا ديالنا اللي الان حنا كنشتغلوا عليه بحال اللي قالت استاذه سعاد، اللي ما بغيناهش يعني يضيع مع هاد الموجه الشبابيه اللي حنا ماشي ضدها، ولكن حنا كنبغيو ان هاد التراث ديالنا الشمالي نحافظوا عليه باش يبقى من جيل لجيل، باش الحاجه اللي كتميزنا حنا اللي كتميز يعني الشمال بصفه عامه. نعم. يعني وطنجه وبطبيعه الحال ما دمتم يعني دمتن تحافظن على هذا التراث تحافظ على التراث المغربي ككل يعني. تماما. هو جزء من التراث المغربي. أكيد. بالنسبة لفرقة كرة يعني كنعملوا موشحات. موشحات. كنعملوا موشحات أندلسية، كنعملوا شوية ديال الطرب، أم كلثوم، فيروز، صباح فخري، هادشي كله كنخدموا عليه. نعم. وبالاضافه الى الاغاني ديال الشماليه طبعا اللي كنعطيوها واحد الاهميه طرف كبير. نعم. 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 السهرات كنعطيوها واحد يعني واحد المجال اللي كثر اللي كيكون يعني حيز زمني أكثر. يكون اكثر يستحوذ على هو الهويه ديال الفرقه. اكيد. هو الهويه الفرقه. ونبغي نضيف واحد المساله، فرقه كره النساء طنجيس هي ذات صبغه غير ربحيه، وهي متضامنه بالاصوات ديال النساء اللي فيها مع التعاونيه الفنيه ديال الاصوات النسائيه. نعم. اللي كتراسها زكيه، واللي هي مقاوله فنيه صاعده ناشئه، مقاوله متفرده هنا عندنا في الشمال اللي كتشتغل على الطرب النسائي. نسائي. والاشتغال عليها هو الا بغينا نقولوا المستقبل ديال التعريف بهذا. جيد. انا في اطار تحضيري لهذه الحلقه لاحظت ان في بعض المقتطفات ديال السهرات ديالكم سواء كانت عموميه او خاصه، يعني لاحظت انكم كتحملوا واحد الشال اما لون برتقالي او بنفسجي. ما السر؟ انا بديت لك في البدايه قلت لك حنا المسارات ديالنا الجروب الاولاني اللي جينا جلسنا مع مدام زكيه كنشتغلوا في جمعيه نسائيه، كنشتغلوا بكل ما كيهم حقوق النساء. وفي حقوق النساء عندنا جوج ديال، كاين بزاف ديال الا بغينا نقولوا ديال الشرط، ولكن عندنا جوج اساسيين. عندنا كل ما كيتعلق بالقضايا ديال المساواه النسائيه والمساواه، النسائيه والمساواه هو الشال، هو اللون ديالنا هو الموف نورمالمون بنفسجي. دونك في كل ما كيتعلق بالقضايا النسائيه، والقضايا النسائيه هي اللي كتشتغل على حقوق النساء، ومن بين حقوق النساء اننا نجبدوا هذا التاريخ، هذا ما يندثرش، اننا نعترفوا للنساء امثال مثلا لا دويان فلا ليلالي، نعترفوا لها بواحد المجهود ديالها وبواحد العطاء ديالها. دونك الموف هو هذا الرمز، هذا النسائيه، القوه ديال النسائيه والقوة الاقتراحية ديال النسائية، ومن هنا القوة ديال المشروع ديالنا. أكيد. أنه باغي يفرض راسه في واحد المجال ذكوري اللي ما كيتيحش بسهولة الاعتراف بالنساء. عصي على الاعتراف في الأورانج. نعم. في الأورانج أنت عارفة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء سي الأورانج. أكيد. ما يمكنش ما نكونوش قلتي لي لون هيومان، ما يمكنش ما نكونوش في الرسائل الإنسانية الكبرى، ما يمكنش ما يكونش هذا التحسيس هذا. نعم. كاين واحد الشال آخر مؤخرا النهار اللي كنا في السهره الكبرى ديال الجامعه الامريكيه حملناه، وهو ديال فلسطين اللي غنيناه زهره المدائن، لاننا مع القضايا الانسانيه الكبرى. جيد. على المستوى النفسي بطبيعه الحال دائما كنلقاو ان الاغنيه او الفن حتى بعض الاطباء يعني النفسانيين يلحون ويؤكدون في العلاجات النفسيه على الموسيقى وعلى الفن. بغيت نعرف هذه النقطه هذه منك، يعني اكيد الاغاني ذات البعد الانساني ستهذب الروح، سترتقي بالنفس، كيف تشتغلون على هذا الجانب؟ استاذه انا دابا ملي كنخدم مثلا في الاعراس بعد ساعات انا كنشوف راسي انني طبيبه نفسانيه. يعني من هذا الخلال هذا كتجي شي وحده كتقول لي مثلا عمل لي هذا المقطع فلان فلاني، كتجي الاخرى عمل لي هذا المقطع هذا مثلا، عمل لي شويه ديال الرقاده لينا فريد مثلا، عمل لي شويه ديال الرقاده خصني نلبي لها الطلب ديالها. نعم. غادي تجي وحده تقول لي دير لي شويه ديال الشعبي مثلا المرساوي. نعم. ولا خصني نلبي لها. اذا انا هنا فحال كنعطي دي ثيرابي كوم اون ثيرابي مثلا، هذيك اللي كتفرح غنيت ربما عندها ارتباط عيرجعها للذاكره، ربما غادي تذكر ناس كانوا عزازين عليها، ربما عندهم علاقه بهذه الاغنيه، يمكن كتنبش في الذاكره، وهذا راه كيريح. تماما. اذا الدور ديالنا حنايا
مثلا هو هذا هو انك تحاول تدخل واحد الفرحه على النفسيه ديال الانسان. انا بالنسبه لي سواء كانت مراه ولا كان راجل، يعني كنحاول انني نلبي له واحد الرغبه اللي هو غادي يفرح. نعم نفسيا غادي يحصل عنده واحد ارتياح. تماما ارتياح نفسي. تماما. مثلا نقولوا دار العجزه، مشينا الاسبوع الماضي كنا ديك العيالات ما تصورش شحال فرحوا، لان مثلا قدرت عملنا لهم شويه ديال الطقطوقه الجبليه، شويه ديال وحده من ضمنهم انها كانت حافظه. نعم واحد النزيله تما مراه كبيره وهي حافظه، كتقول لي زكيه عملي الاغنيه فلانه فلان فلانيه، زكيه عملي دابا وكنعطيها الميكرو، كنقول لها واجي حدايا فين اجي قرب حدايا، كنعطيها الميكرو حافظه كلمه بكلمه. يعني هذا نوع من الدعم النفسي. تماما دعم نفسي. عرفتي وجدان فرحوا بزاف. نعم. فرحوا بزاف بزاف بزاف. يعني جميل. واحد وانا هذيك يعني هذا هو من ضمن الاهداف ديال هذا من الاهداف ديال تماما ديال هذه الفرقه. الفنان كيكون عنده هذا البعد هذا بالضبط كيلقى فيه راسه ويحقق ذاته، ماشي راه يحقق ذاته في هذا التقاسم ديال الفرح مع الناس. تماماً. لان عيد السؤال علاش نسى فحالنا عندنا مساراتنا، يعني ما عندناش حنا ماشي محترفه الغناء، حنا داخلين على المجال هويات وي، علاش غنطلعوا على المنصه؟ علاش هذا السؤال خصنا نطرحوه؟ انا تنطرح ديما على البنات تنقول لهم علاش هذه الرغبه الشديده نطلعوا؟ نريد ان نقتسم شيئا من الفرح الداخلي مع الناس اللي كيسمعونا، نريد ان نعطيوهم نتقاسموا معهم حنا واحد المتعه كنحسوا بها. جميل. لان الانسان التقاسم هو اهم حاجه عنده. التحديات ديالكم في المقبل من الايام استاذه زكيه، شنو هو التحدي؟ على ماذا تراهن المراه في هذه الفرقه ديال الكورال نساء تنجس؟ اراهن يعني على الظهور ديال هذه الفرقه ديالنا اللي نقدروا يمكن نمشيو بها بعيد. نعم. ونعرفوا بالتراث ديالنا يعني في داخل المغرب بعدا اولا. المغرب كله ما هذا هو التحدي اللي عندنا. كتعملوا جولات؟ مازال ما عملتوش جولات داخل ربوع المملكه؟ مازال يعني مازال في طنجه. هذا هو هذا الرهان ربما اعتقد هذا هو التحدي اللي خصكم تماما ترفعوه في المقبل من الايام. ان شاء الله هذا هو. ان شاء الله يعني كقوه ناعمه استاذه سعاد، ما هي رهاناتكم؟ ما هي تحدياتكم؟ التحديات ديالنا هو هذا المشروع ذو البعد الثقافي خص تبان فيه لا كومبوزونت فام، لان المغرب استراتيجيه وزاره الثقافه كاين فيها التراث اللامادي، في التراث اللامادي كيفاش نبينوا الانتاجات ديال النساء، مختلف الانتاجات ضروري. قبيله كنا في دردشه خاصه كانت معنا استاذه ايمان، كيفاش ملي كتمشي مثلا لدو بوغانو العيالات كتلقى النساء شنو عاملين في لي ماكازان كلهم غير الطرز ديال التسويس، وهذه عندنا النساء كاين يجوا من يدهم ذهب، عندنا الاصوات عندنا المقامات النسائيه جد مهمه، لا متفرده. صحيح. لماذا لا نعترف ولا نكتب خصوصية لنعترف خصوصية. خصوصية. لماذا نلغي النساء ونحن نتحدث عن تطور المجتمع ديالنا وكأنهن ما كانوش؟ دونك هذه الاولى. تحدي اخر، تحدي على مستوى الفني، كيف يبرز هذا الفن هذا؟ لحد الساعه احنا عندنا ثلاثه الخرجات اللي كانت كبيره، لان المايسترو ديالنا تصر على لا كاليتي ونحن كذلك على الجوده ديال الخروج، ما يمكنش نخرجوا صافي، خصنا نخرجوا بالقواعد ديالها، يكون الانضباط، يكون بزاف ديال الحاجات باش نخرجوا مشرفين بواحد الصوره. أكيد. ما كنخدموش عشوائيا. دونك عندنا كانوا ثلاثه الخرجات، الاولى في رياض السلطان، الثانيه في بوكماخ، الثالثه في الجامعه الامريكيه. باغي نخرجوا للمغرب في مدن أخرى. وباغي نخرجوا خارج المغرب، المعهد العالمي، المعهد ليما، المعهد العربي في باريس. باغي نمشيو عاوتاني نتقاسموا مع الاسبان، لان الاندلس كتنقسمه. عندنا طموح، وبطبيعه الحال ما باغينش نتسرعوا، حنا ماشيين بتدرج في البناء ديال المشروع ديالنا. كنتمنى لكم التوفيق بطبيعه الحال. شكرا جزيلا لك يا الفنانه زكيه يخلف، نورتيني بحضورك وبكل هذه الاضاءات. شكرا جزيلا وكنتمنى لكم التوفيق، وفعلا انكم تخرجوا خارج المغرب وتحملوا مشعل ديال الفن التراث المغربي. شكرا.
شكرا جزيلا لك استاذة سعاد. شكرا لك للدعوة ديالك وللتعريف، لان كنحتاجوا من الاعلام من هاد الزوايا اللي كتعطي التعريف بينا، كنحتاجوا من الاعلام. انا كنقولها كنوجهها دائما للاعلام، لا المكتوب ولا الالكتروني ولا السمعي البصري، كان هذا واجب. هذا واجب، هذا واجب. نورتوني. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا على كرم المتابعة. شكرا ايضا لفريق العمل. ألقاكم بكامل محبتي.